بيان خليجي أوروبي مشترك يؤكد دعم العملية السياسية في اليمن ويدين الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي. قوات دفاع شبوة تطلق حملة لمنع حيازة السلاح في مدينة عتق. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرك. شدد بيان خليجي أوروبي مشترك على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع في اليمن، وأعربت أطراف البيان عن تقديرها الكبير للجهود الإقليمية وجهود الوسطاء لتعميق لغة الحوار والتفاوض وبناء الثقة من جديد. من جديد وفي مشهد يؤكد وحدة الرؤية ووضوح المشهد، واللذان تجليا في الذهاب لتعميق السلام في اليمن وتكثيف العمل لإيجاد حل مستدام يضمن لليمن أمنه واستقراره، بيان خليجي أوروبي مشترك جاء هذه المرة ليؤكد أن الحوثيين لازالوا مصدر تهديد لأمن اليمن والمنطقة، في إدانة واضحة من أطراف البيان للهجوم الحوثي الغادر على الحدود السعودية واستخدام الطائرات المسيرة والذي أصيب فيه وراح ضحيته عدد كبير من الجنود الذين كانوا ضمن قوات التحالف العربي، واعتبر البيان هذا الهجوم تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي. البيان المشترك الذي تمخض عن لقاء دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط أكد دعمه لعملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، كما أكد استمرارية الجهود الإنسانية للتخفيف عن اليمنيين أثار الحرب السياسية والاقتصادية التي لا يزال الحوثي يشنها على الحكومة الشرعية والمواطنين، داعينا إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات المنظمات الإنسانية على الأرض. وزراء الاتحاد الأوروبي والتعاون الخليجي أشاروا إلى الدعم المهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية، محذرين من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، في دعوة إلى تقديم تعهدات جديدة وصرف التعهدات الحالية، مؤكدين الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية لليمن. وفي إطار الجهود الملاحية التي قدمت لتفريغ الناقلة صافر التي كانت تشكل خطرا بيئيا على المنطقة ككل، رحب الطرفان في البيان المشترك باستكمال الأمم المتحدة في شهر أغسطس المنصرم لها بمساهمة قدرها 25 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالإضافة إلى مساهمات دول مجلس التعاون لتفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن لتجنب التهديد البيئي والاقتصادي والإنساني للمنطقة والبحر الأحمر. وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام لمواجهة التهديد البيئي الذي لا يزال يهدد اليمن والمنطقة. انطلقت حملة جديدة أمنية مشتركة مكونة من قوات دفاع شبوة وقوات الأمن لمنع حيازة السلاح في مدينة عتق في خطوة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. بتوجيهات من محافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير، وصلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الحملة الأمنية الجديدة المشتركة المكونة من قوات دفاع شبوة اللواء الثاني واللواء الأول وقوات الأمن لمنع حيازة السلاح في مدينة عتق. بتوجيهات رئيس اللجنة الأمنية الشيخ عوض محمد الوزير تم تشكيل قوات مشتركة للضبط المخالفين بالسلاح. القوات مستمرة ورجال الأمن وشرطة الدوريات والخاصة كل وحدات الأمن وتكذيب الطوارئ منتشرين في مواقعهم المحددة حسب القطاعات المحددة لهم، والتفتيش على السلاح وضبط المخالفين أينما وجدوا، والحمد لله الأمور طيبة زي ما تشوفوا. كلفنا الأخ محافظ المحافظة
شكل قوة مشتركة من اللواء الأول واللواء الثاني دفاع شبوه واللواء الأول دفاع شبوه والأمن العام، ونحذر كل من تولى نفسه المساس بأمن واستقرار العاصمة أعتقد أو المحافظة بأن سوف نضرب بيد من حديد لمن تولى نفسه، وكمان نهيب بالأخوة المواطنين الشرفاء بأن يتعاونوا معنا في تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة أعتقد. الحملة تأتي ضمن الخطة الأمنية التي أقرتها اللجنة الأمنية التي رأسها محافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير، حيث يؤكد القائمون عليها بأنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على أي ثغرات أمنية. أثناء زيارتنا اليوم في العاصمة عتق لاحظنا الشيء الذي يبعث على الارتياح، وهو قيام الحملة الأمنية بمنع السلاح العشوائي والغير مصرح، وبهذا فإننا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ المحافظ الشيخ عوض بن محمد الوزير وإلى العميد الركن فؤاد محمد النسي قائد شرطة عتق، ونقول لهم نحن معكم ونشد على أيديكم، وهذه بادرة طيبة الحد من حمل السلاح أو منعه داخل العاصمة عتق، لأنه إذا تم حسم الموضوع في المحافظة ستنتقل الخطوة الثانية بإذن الله نتمناها أن تكون في المديريات. نحن اليوم في محافظة شبوه عاصمة المحافظة عتق نلاحظ الحملة الأمنية القائمة من قبل محافظة شبوه ومدير الأمن، ونريد هذه الحملة تستمر أكثر من هكذا لكي يقضوا على ظاهرة حمل السلاح في المحافظة، ونشيد بهذا الجهود الجبارة من قبل الشيخ عوض محمد الوزير محافظة شبوه ومدير أمنها الفندم فؤاد النسي على هذه الجهود المبذولة من قبلهم. هذا وسادت حالة ارتياح واسعة بين أوساط المواطنين الذين رحبوا ترحيبا حارا بهذه الحملة، مبديين تأييدهم لها باعتبار أن المواطن جزء مسؤول من المنظومة الأمنية، مؤكدين أن هذا التكامل يعزز بنجاح مثل هكذا حملات أمنية تفضي في الأخير إلى سيادة النظام والاستقرار. قال المجلس الانتقالي الجنوبي أنه يتابع بأسف بالغ ما يتعرض له المدنيون في فلسطين المحتلة من عملية إبادة جماعية. دعا المجلس الانتقالي في اجتماعه الدوري الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الإنسانية، وجدد المجلس وقوفه الكاملة إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة والعيش بسلام على أرضه وفقا للقرارات الدولية. تعاني إدارتا الأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات في وادي حضرموت من نقص حاد في الموارد والإمكانيات التي تساعدها في الحملة الأمنية التي أطلقتها للقضاء على آفة المخدرات والجريمة. مواكبة للحملة الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت للقضاء على آفة المخدرات والجريمة. هنا في إدارتي الأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات يواجه العاملون صعوبات جمة تتمثل في قلة الدعم الحكومي. نعاني الآن من نقص مواد تحليل المخدرات والأدوية الخاصة بها في كشف المخدرات، ونعاني من عدم توفر مساحيق البصمات وفرشاتها، وكذلك لم تأتينا منذ فترة طويلة منذ 2011 أي أدوات فنية. ومن ثم تم ضبط 22 طن بالتعاون مع أخواننا في التحالف، وتتاليت بعدها الضبطيات، ومن ثم تكونت إدارة مكافحة المخدرات في الوادي والصحراء، وتم ضبط وحيث أن الكمية المخدرات بحسب الإمكانيات التي تم إنشاء فرع إدارة مكافحة المخدرات بالوادي والصحراء البسيطة، ولكن قمنا بأعمال جبارة. العاملون في المعمل والمختبر الجنائي بذلوا جهودا في الفترات السابقة في كشف أنواع المخدرات وإثبات الجرائم، واليوم يجدون أنفسهم في مأزق بسبب غياب المحاليل والأدوات الفنية التي تستخدم لكشف أنواع المخدرات وتحليل مسرح الجريمة. أنا كنت متعاطي، ولكن هذا الطريق خرب حياتي وخرب دمر مستقبلي، والآن في السجن، وإن شاء الله توبت أنا الآن والعاد بريع لله، وأتمنى من الشباب أنهم يبعدوا من
من الطريق هذا الشراب والحبوب كيف تنصح؟ أنا أنصح أخوان الشباب إن لا يمرون بالطريق اللي مريت به. هذا الطريق ما منه أي نجاح، هذا طريق يضيعك ويضيع أسرتك ويجيب لك السمعة ويجيب لك أي، ما في أي مستقبل له أبدا. ممكن حياة وسعادة في دقيقة في دقيقتين، لكن دمار مدى العمر. وانصح أخوان الشباب إنهم ما يبتعدوا عن أصدقاء السوء وينتبه لنفسه ولعياله. الحملة الأمنية التي يقودها العميد الصيعري بحزم وشجاعة للحد من انتشار المخدرات والجرائم تتطلب دعما لوجستيا وإمكانيات تواكب حجم خطورة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. إدارتا الأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات تعملان بشكل دؤوب من أجل الحد من الجريمة رغم نقص الموارد والإمكانيات. محمد بحفين، الغد المشرق، سيون. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. إقبال كبير على سباقات الحمام الزاجل وتربيتها في العاصمة عدن. أهلا بكم من جديد. تعد تربية الحمام الزاجل هواية عند الكثير، لكنها تشهد ازدهارا في عدن، حيث يخوض جيل الشباب غمار هذا المجال، إذ قاموا بتأسيس أول جمعية لسباق الحمام الزاجل في البلاد، ويأملون بالانضمام إلى الاتحاد العربي والدولي لسباق الحمام الزاجل. على الرغم من التقدم التكنولوجي وثورة نقل المعلومات، إلا أن تربية الحمام الزاجل كأقدم ساع للبريد تشهد إقبالا كبيرا، فهي رسول الحرب والسلام ولها هواتها الذين يتخذون من تربيتها جزءا من حياتهم اليومية. هو يتحدي مثلا أي شخص يقول لصاحبه تعاب الرهبة انطلق من المكان الفلاني وهكذا. وبعدين من خلال مطالعاتنا في مع الدول العربية وهكذا الدول الخارجية، وجدنا أن وجود كيانات رسمية كاتحادات وأندية وجمعيات لسباقات الحمام الزاجل. من هنا أتت فكرة تأسيس جمعية شباب عدن لسباق الحمام الزاجل، وهي الجمعية الأولى في اليمن وأول جهة رسمية تنظم سباقات رسمية للحمام الزاجل، وكان هذا في عام 2004. نحن هذه الهواية عشق لنا من صغرنا. أنا كان معي خالي مربي حمام، لهذا ارتبطنا فيها من الصغر. لما كبرنا عرفنا الحمام الزاجل، عرفنا سباقات الحمام الزاجل واستمتعنا فيها وشلينا وقت، يعني وقت جبار للوصول إلى ما وصلنا الآن في إداء السباقات، في وصول إلى مراحل متطورة، وإن شاء الله بإذن الله تتطور هذه السباقات ونلاقي دعومات ونوصل لأبعد أماكن إن شاء الله، ونقدر ندخل بالسباقات الدولية. حلمي وأصدقائه ونظرا لشغفهم في تربية الحمام تمكنوا من تأسيس أول جمعية لسباقات الحمام الزاجل في عدن عام 2004، ينجحوا في تحويلها إلى اتحاد عام 2008، ومعها شاركوا في عديد مسابقات محلية في سباق الحمام الزاجل ومن عدة محافظات مختلفة. تقوم تنظيم جمعيات السباقات السنوية ما تحدد يعني عبر المسافات من منطقة السباق عبر الجي بي اس على كل منطقة كلها في الأربية. وبعدين تقوم تحسب تفوق السباقات من المتلك، تفتح من منطقة السباق تروح مسافة، بعدين تحسب على كل هاوي متلك عند صاحب المندارة قرب من الشعب. صاحب الشعب يكون يعني أنا سبقته بالمندارة، يجي صاحب الشعب مسافته بعيد، نحسب عبر المسافة بالزمن ونطلع نتيجة السباق. فكرة اللي في عقول الناس إنه الحمام، إذا الحمام الزاجل إذا أعطيته أي رسالة وتقول له فك له وبيوصل رسالة لأي مكان، فهذه فكرة خطأ. لكن فكرة الصحيحة أنه الحمام يعود إلى منزله. مثلا الحمام حقي الآن أنا لو أشتي ووصل رسالة تقدر توصل رسالة إلى بيتك أنت نفسه، توصله مثلا أنا وصلت الآن بالسلامة، تشيل الحمامة من حقك توديها إلى المكان المعين وتفك له وهي بترجع لمنزله.
القائمون على اتحاد الحمام الزاجل وعلى الرغم من شح الإمكانات يتطلعون إلى الانضمام لعضوية الاتحاد العربي وكذا الدولي لسباق الحمام الزاجل، والتي تعود أنشطتها إلى حقب تاريخية قديمة، كما أن العودة للاهتمام بها قد يكون إذانا لاستخدامها مرة أخرى، إلا أنها الآن ليست سوى استذكار للتاريخ واستحضار للماضي ولإجراء السباقات فقط. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعلوي. بيان خليجي أوروبي مشترك يؤكد دعم العملية السياسية في اليمن ويدين الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي. قوات دفاع شبوة تطلق حملة لمنع حيازة السلاح في مدينة عتق. المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد وقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.